السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، هلا شباب. في هذا الفيديو سنشاهد طريقة إزالة خلفية الصورة بسهولة تامة. معلومة، فون قناة تهتم بالهواتف والتطبيقات. إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة، أرجو التكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد نقوم بتنزيله على هذه القناة ونتابع الفيديو. سنقوم بإزالة خلفية الصورة باستخدام تطبيق. هذا التطبيق موجود على متجر جوجل بلاي. سوف أضع لك رابط هذا التطبيق في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. بجانب عنوان الفيديو يوجد سهم صغير، تقوم الضغط عليه تنتقل إلى صندوق الوصف، تضغط على الرابط تنتقل إلى متجر جوجل بلاي. نقوم بالدخول إلى التطبيق. الآن نقوم بالضغط هنا كما تشاهد. على سبيل المثال هذه الصورة، أنا قمت باختيار صورة خلفية بيضاء، يعني أحيانا يوجد صورة تكون فيها أكثر من خلفية. الآن أول شيء يمكنك قص الصورة، يمكن قص الصورة كما تشاهد، فقط أن تقوم بالضغط على الأسهم وتقوم باختيار، ثم تقوم بالضغط في الأعلى على علامة الصح كما تشاهد. الآن ركز في هذه الخطوات جيدا حتى تتعرف على استخدام التطبيق. تقوم بالضغط هنا على علامة النجمة وتقوم بسحب هذه العلامة الحمراء وتترك الأصبع. الآن تم إزالة خلفية الصورة، تابع للنهاية لا تستعجل. الآن أريد الرجوع خطوة إلى الخلف، نقوم بالضغط هنا على السهم في الأسفل كما تشاهد. يوجد طريقة ثانية، لو قمنا بالضغط هنا على هذه الأيقونة الثانية كما تشاهد يتم المسح. أيضا يمكن استخدام الممحاة في هذه العملية، ونقوم بالتكبير أو التصغير لحجم الممحاة. تقوم بمسح هذه الخلفية، ويمكن الرجوع إلى الخلف مرة أخرى بالضغط على السهم كما تشاهد. يمكن الرجوع إلى الإعدادات الأولية للصورة. بعد الانتهاء تقوم بالضغط على الصح في الأعلى. بعد ذلك هذه الأرقام خاصة بإزالة الشوائب في الصورة، لو قمنا بالضغط على الرقم 2 أو 3 كما تشاهد سيتم إزالة الشوائب الباقية في خلفية الصورة، وتقوم بالضغط على كلمة سيف في الأعلى. بعد ذلك تضغط فينش. الآن سيتم تحميل الصورة في الاستوديو الخاص بك. الطريقة سهلة وبسيطة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.